تتحدث المادة المشتركة حول الاتفاقيات الموجودة. هنا هو العنوان هو بالنسبة للموقف المادة المشتركة بالنسبة إما للنزاعات الداخلية يعني المسلحة الدخول. تعريف بالنسبة لآراء الفقهاء الموجودين هذا الشيء هو الموجود. النزاع المسلح الدولي مفهوم أو التعريف بالنزاع الدولي معنى النزاع المسلح الدولي لغة. وهذا راح يكون عندي مفهوم المفهوم سيسوي مرتب أول بما أنه هو النزاع المسلح وشيل فيه لغة الاصطلاح ورفعها. مفهوم النزاع المسلح التعريف بالنزاع المرتب الأول الفرع الأول النزاع المسلح الدولي لغة يلي الفرع الثاني. النزاع المسلح الدولي اصطلاحا ولغه حاشيه بواي ما في داعي بما يتعلق بمعنى النزاع المسلح الدولي في لغه القانون الدولي الانسان هذه بالنسبه للنزاع والمسلح الدولي يعني كل من حاطه يعني كل مفرده حاطتها يعني العفو كل مفرده يعني حاطه يعني بالنسبه للغه ايش ناخذ من عندنا فيما يتعلق بموضوع بحثنا ففيما يتعلق بالنزاع المسلح ماشي النزاع المسلح الدولي اصطلاح الموقع الاتي هاي مو سكر الدولي هكذا الفرع الثاني سنه المسلح الدولي اصطلاح رفع الالف يعني كتاب ست الكتاب اسمه الاستراتيجية والسياسة الدولية اي نعم المفاهيم الأساسية ضمنها يعني مو فارغة Gracias.
معنا فخليه ضمن منظار مستقل. صفحة 6 بقى المسلح والصلع شنو هاي؟ يعني انت جزئتي المصطلح للموضوع بحثي في النزاع مرة لوحدة وبعدين اي 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 هذا هنا النزاع المسلح الدولي، هنا النزاع المسلح وهناك النزاع الدولي. هو هنا اصطلاحا يعني عارفه انا المسلح اصطلاحا النزاع المسلح، لا ست بس هنا المسلح اصطلاحا معرفته خطا وجواب هنا مشكلة بحث الشغل.
بالنسبة للمشكلة البحث بالنسبة للمنازعات بما يتعلق بالنطاق الزمني في النزاع المسلح الدولي والنزاعات المسلحة الدولية والغير الدولية وما يتوقف عليها الاتفاقية جنيف الأربعة بالنسبة للاتفاقيات والمعاهدات التي تحدث التي تتضمنها من حيث الشكل والمضمون والدلالة. مشكلة البحث في الشمال يعني انت في قيد ال 14 هذا الموضوع صح؟ نعم. عالجتي في الموضوع، شو الموضوع اللي عالجتي؟ ما يتحدث بالنزاعات المسلحة بين دولتين. طبعا نسميه موضوع النزاعات المسلحة صح؟ نعم. ليش سميتي هذا؟ لأن النطاق الزمني لأن هذا النطاق يسري من حيث الزمان على النزاعات المسلحة الدولية والغير الدولية. دولة الإنسان قانون الدول الإنسان يسري من حيث الزمان على النزاعات المسلحة الدولية والغير الدولية. هو هذا جواب إنه منع تطبيق قانون الدول الإنسان وجود النزاع المسلح. نزاع المسلح اذا غير كان غير مسلح هذه بالنسبه مثلا نزاعات المسلح التي تكون داخليا غير مسلح فقط بالنزاعات المسلحه لأنها تكون بين شخصين قانونيين دوليين. عشرة لا يطبق القانون العشائري. أكثر صارت بالمدى؟ لا يطبق القانون طبعا. سلح. طبق قانون العشائري على القانون؟ أعراف بينات. جواب مقدم دكتور. أعلم يا الأعراف العشائري. المقدمة يكون قدرت استسرع عشان المفروض تقسم إلى محاور المقدمة بين هاي مليان بالنهوري والعطاري. أين هو الصفحة 2؟ أخو نزاع المسلح في لغة الاصطلاح، أين هي اللغة لغة الاصطلاح؟ اللغة الاصطلاح، اللغة المعاجم والاصطلاح اللي هو وين؟ اللي هو الفقهي، قد يكون اصطلاح فقهي، اصطلاح تشريعي، اصطلاح قضائي، اصطلاح شرعي، بس تجي هاي التقسيمات في الاصطلاح. الأفضل دكتور بالنسبة للغة بالنسبة للكلمة اللغوية الموجودة والاصطلاح بالنسبة لآراء الفقهاء أنا هذا أنا من اللغة والاصطلاح طباعية اللي فعلا البحث فيه كثير من الأخطاء الطباعية كلمة في صفحة ها اللي هي المستويات كلمة مدخل أكيد يتفق الجميع على أنها كلمة زائدة فهو قطع مطبعي وارد أثرت الأسماء موضوعة ملاحظة في صفحة 4 ويا الدكتور إسماعيل صبري أنا رأيي يعني يختلف تماما عما ذهبت إليه أسرار تتكلف الأمر في إدراج اسم ما في متن البحث يعني لو كان الموضوع عبارة عن رأي متعارف عليه لدى بعض الفقه نقول يرى جانب من الفقه كان هنا للباحث الحق في أن يدرج اسم الباحث في متن البحث أو في الهامش وإن كنت أفضل أن يكون في الهامش حتى نعطي للهامش حركة معينة هذا سياقة العبارة اللي أشار إلى دكتور عمار رئيس جلسة بعد إعلان الحرب المنزلة على مل أعتقد كان يفترض على الباحث كما لو كانت مهمة بالبحث أن تصيغ العبارة على النحو الآتي يعد إعلان الحرب بمنزلة عملية لقتل العنصر المفاجئ يعني عندما يعلن الحرب كأنما لا يمكن للطرف الخصم أن يفاجئ الآخر ومن ثم إعلان الحرب يقيد الخصم في تحقيق انتصارات معينة هذا موضوع النجمة اللي أشير إلى في صفحة
15 محكمة جنائية دولية. يعني أنا أتفق أو يفترض كان أن يقال موضوع المحكمة الجنائية الدولية كخطأ في الصياغة، أن نقول المحكمة الجنائية في روما على أقل تقدير. أما عن موضوع اشتراط ذكر مصدر في هذا الهامش، أعتقد هذا من البديهيات التي قد توارد عليها آراء الفقهاء، وبالتالي أصبحت من البديهيات التي لا تحتاج إدراج مصدر لتوثيق الكلام. آخر ما أردت الحديث في ضرب دقيقة واحدة هو الحديث عن مشكلة البحث. عجب كل العجب أن باحث يكتب في بحث ما لا يعرف مشكلة البحث، خصوصا الطلبة اللي هنا اللي كتبوا بالقانون الدولي الإنساني كلهم أعتقد بدون استثناء. يعني وهذه في أول مرة أقولها تصريح خاص، وإن كان سيعلن على الكتب على أعتقد حصل ما بعد حصل الدكتور. كل عناوين البحوث طيتاني كمشرف، وراح أقول تصريح خطير آخر، كل خطط البحث لا بشكل أو بآخر ممكن وممكن يحسب عليه، بس هذا اللي شفته كمستوى عام بالكلية. يعني إثبات الشلالي في معاداه أن بعض الطلبة اللي ممكن يكون مستواهم عالي، بس هذا الوضع العام في طلبة يكتبون بالقانون الدولي الإنساني اللي دائما أكد على مفر حديث مفروع القانون الدولي. المشاكل كثيرة، يعني كان يفترض الباحثة أن تتحدث عن عدم وجود خطوط فاصلة ما بين النزاع المسلح غير الدولة وبين الاضطرابات والتوترات الداخلية. هذا موضوع مهم جدا، كان على الباحث أن تعالج الموضوع لغرض التمييز بين ما يعتبر من قبيل النزاع المسلح غير الدولة ومن ثم يدخل في سريان القانون الدولي الإنساني وبين الاضطرابات والتوترات الداخلية لا يمكن أن يسعى عليها القانون الدولي الإنساني. هذا أولا. اثنين، في النزاع المسلح غير الدولي قلة النصوص أو ندرة النصوص التي عالجت موضوع النزاع المسلح غير الدولي. عندي فقط مادة يتيمة واحدة هي المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 زائد البروتوكول الثاني بمواد لا تتجاوز 30 مادة مع سعة وانتشار.